وهو داخل كربونا يا جماعه. شفت اللقطه دي؟ حياتي كلها. بص حضرتك، بص اللقطه دي كده، تبقاش عارف ده بشار ولا مبارك ولا عبد الناصر ولا مين ولا مين. بص نفس الدخله. الزعيم ابن الزعيم، خطاب ساعه وتلت قاموا فيه وهتفوا بالروح بالدم نفديك اكتر من 20 مره ب 20 قومه ب 20 جلوس. جبنا لكم منهم حصرنا يعني 10 مرات بس يامو وجلوس في مشهد يتناسب مع العبيد للاسف الشديد. كنت أتمنى أن أصافحكم فردا فردا. السلام عليكم ورحمة الله. نوعية الكرسي اللي موجودة في المؤتمر، الموضوع ده شغلني جامد جدا ومش حاسس أنه وصل كويس للمشاهدين. الكرسي أنه هو كرسي مختلف، فالكرسي اللي موجود في المؤتمر التعريض الموسع اللي عمله ابن البتاع ده بشار، هو الكرسي الأخير ده يا جماعة اللي هو في أقصى الشمال. الكرسي الأخير ده كرسي مختلف. ده بص، دي كانت كاريكاتير بيوريك انواع الكراسي في المنطقه المركوبه او المنكوبه. الوزير، مدير الدائره، قائد الشرطه، تاجر، المواطن. كان في المؤتمر التعريضي ده في كل دول كانوا قاعدين على كرسي المواطن. حقيقه عشان كده تلاقي وقفتهم كانوا بيسعدوا جدا بالوقفه لان بيرتاحوا، يعني بتبقى فتره راحه. يقول لك ينفع ناخد المؤتمر واحنا واقفين؟ لا لا لا، ما ينفعش تبقوا انتوا واقفين، لازم تقعدوا شويه. مش عايزين نقعد، عايزين نقف ونحيي بشار. لا هتقعد بقى، وهتقعد ما فيش مؤتمر كله كده واحنا واقفين. لازم نقعد كلنا الحمد لله كمواطنين شرفاء.